حياكم الله، معكم اخوكم عبد الله النفيسي قائد جبل مغامرون. عندنا اليوم ان شاء الله انطلقت رحلتنا خلوها شماليه اللي راح تمر على نعيريه وحفر الباطن روضة هباس الى حايل الى اسكاكه تبوك وان شاء الله الى الديسه والى العلا. هدف الرحله رحله استكشافيه وارسال رسائل توعويه للمتابعين عن طريقه الحفاظ على البيئه وتسليط الضوء على بعض المناطق السياحيه والاثريه في المملكه. طبعا فريق جيب المغامرون تاسس عام 2011 وان شاء الله الشهر الجاي راح نكمل 11 سنه. عضو رسمي بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه، هي المظله الرسميه للفريق.